ايه ان شاء الله هنكمل مع بعض النهارده شرح كيو اللي احنا كنا واقفين عنده، ان احنا بنعمل ميثود بتحذف اللي هي عايزه احذف حاجه من الكيو. فهنعمل بابليك، هعملها انت يعني بترجع العنصر بعد كده تحذفه. هنسميها الدي كيو اللي هي بتحذف. بعد كده هنعمل البارامتر بتاعنا. بعد كده هل هندخل حاجه جوه البارامتر بتاعنا؟ يعني هل مثلا تضيف العنصر اللي انت عايزه تحذفي؟ لا طبعا، احنا قلنا مبدا الكيو اي هي اللي بتشيل على طول، يعني هي تشيل لوحدها العنصر اللي على الدور. هو ده العنصر اللي على الدور فهي تشيله. فانت ما ينفعش ادخل لها عنصر معين اقول لها لا انا عايزاكي تحذفي العنصر ده، لا ما ينفعش. هي مبداها ان هي بتحذف العنصر اللي هو على الدور ان هو يخرج. تمام، هل هي لازم تبقى انت؟ دي كلها يعني حاجات يعني انا مثلا انا عامله الميثود دي عشان ترجع لي مثلا الرقم بعد كده تحذفه. ممكن حد يعملها فويد عادي، بس احنا عايزين نتاكد ايه الرقم اللي احنا هنحذفه يعني. تمام، يبقى احنا دلوقتي هنحذف عنصر من الكيو. احنا قلنا برضو نفس طريقه الحذف في الستاك، قبل ما احذف لازم اتاكد هل هي فاضي ولا لا، عشان لو فاضي مش هينفع تحذفي، لان الكيو ده انا مطبقه على الاري، فالاري اصلا لو فاضي مش هينفع تحذفي منه اي حاجه لانه هو اصلا ما فيهوش عناصر. فاحنا محتاجين نعمل الميثود اللي هي تتشك هل هو فاضي ولا لا، عشان لو فاضي مش هينفع نعمل حذف. تمام، هنعمل بابليك، هعمله بوليان بيرجع هو فاضي ولا لا. هسميه از امتي، هسميها از امتي. هنعمل اقواس بتاعتنا. تمام، هل هي بتاخد حاجه يا جماعه؟ البوز اللي هي از امتي دي بتاخد اي حاجه؟ لا، هي بس تروح تتشيك هل هو فاضي ولا لا. تمام، طب هل هو فاضي ولا لا هنعرف ده ازاي؟ هو امتى الكيو تبقى فاضيه؟ الكيو تبقى فاضيه لو ما فيش اي عناصر خالص، يعني عدد العناصر الفعليه بتساوي زيرو. مش احنا قلنا في عندنا متغير اسمه ان اليمنت؟ ان اليمنت ده كنت عاملاه بزيرو، معنى ان هو بزيرو معنى كده ان ما كانش في اي عناصر موجوده عندي في كيو، فكذلك فهو ده اللي انا هتشك عنه. لو الان اليمنت دي كانت بزيرو معنى كده ان هو فاضي. احنا قلنا الان اليمنت دي بتشير الى عدد العناصر الفعليه اصلا، يعني ما اجي اضيف بزودها وما اجي احذف بنقصها، فهي عدد العناصر الفعليه. فانا هتشك على هعمل اف برضو اف لو هي لو الان اليمنت كانت ايكوال زيرو ريتيرن ترو، ايلس ريتيرن فولس. وقلنا ممكن نعمل كده يبقى افضل ان انا بتشك الان اليمنت ايكوال زيرو. ده كده ايه؟ نفس اللي انا عملته في الاسفول، بيروح يتشك على الكونديشن ده اللي هو ايكوال، دي بترجع يا ترو يا فولس. لو ترو ده هيتشيل كده ويتحط مكان ترو، لو الان اليمنت كانت بترو. لو فولس هيتشيل كده ويتحط مكان فولس. تمام، دي كده الميثود اللي هي از امتي. فانا بقى عايزه استدعيها جوه الدي كيو عشان ما ينفعش احذف لو هي فاضيه. لو فاضيه ما ينفعش احذف، فانا اعمل اف هتاكد الاول لو هي از امتي. لو هي از امتي ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ يطبع لي مثلا يطبع لي ان هي از امتي. يطبع لي كيو از امتي. تمام، ويريترن سالب واحد مثلا، يعني لان الميثود دي لازم بتريترن حاجه، لازم تريترن حاجه. تمام، ده كده اف. طب إلس بقى يبقى عندنا يا جماعه ادي جوه اف اللي هيحصل، هيدخل جوه اف هيتشك لو هي از امتي، لو هي فعلا فاضيه. لو هي فاضيه هيروح يطبع له ان الكيو فاضيه ويريترن سلب واحد، يعني ان هو معنى كده ان ملقاش اي حاجه اصلا يحذفها. تمام، طب إلس بقى معنى كده ان هي فعلا لا هي مش فاضيه، فانت تقدر تحذف، يعني في عناصر اصلا موجوده جوه الكيو فانت تقدر تحذف. تمام، احنا قلنا يا جماعه اول حاجه خالص في الحذف، اول خطوه لازم نعملها ايه؟ ان احنا لازم ننقص عدد العناصر. مش احنا قلنا الان اليمنت دي بيشير الى عدد العناصر الفعليه؟ تمام، طب انا ازاي هخليها عدد العناصر الفعليه؟ لما اجي اضيف لازم ازودها، يعني معنى كده ان في عنصر جديد انضاف. لما اجي احذف لازم انقصها، معنى كده ان في عنصر اتحذف. تمام، طب هنحذف بقى ازاي يا جماعه؟ هنحذف زي ما كنا بنحذف في الاستاك بالظبط. هو الحذف ما بيبقاش فعلي، ما بيبقاش حذف فعلي فعلا ان هو العنصر اللي اتمسح، لا هو اللي بيحصل في الاستاك كنا بننزل الطب عن العنصر. فمعنى ان نزلنا التوبة عن عنصر معنى كده ايه؟ معنى كده ان العنصر ده خلاص التوبة ما عادش بيشاور عليه،
فخلاص فما عادش يعتبر اي، ما عادش حاجه عندي. ده برضو نفس الكلام عندي برضو في في الفرونت. الفرونت بدل ما هي واقفه، لا هزود الفرونت، خليها تيجي على العنصر اللي بعدها. مش احنا قلنا الفرونت دي اللي انا بحذف من خلالها؟ تمام. لما ازود الفرونت معنى كده اقول له ايه؟ معنى كده بقول له خلاص العنصر الفرونت دي اصلا بتشاور على ايه؟ الفرونت واقفه على قبل العنصر اللي انا بحذفه. إيه فمعنى ان انا ازود الفرونت معنى كده قلت له خلاص الفرونت بدل ما هو واقف على العنصر ده خلاص يبقى يقف على العنصر اللي هو المفروض ان هو يخرج من عليه. يعني مثلا زي مثلا عندنا هنا الرير هنا بسالب واحد والفرونت بسالب واحد، لما جيت اضيف اللي حصل انا زودت الرير، فالرير دلوقتي بقى بواحد اهو، الرير واقف هنا دلوقتي. إيه طب الفرونت؟ الفرونت ما زال بسالب واحد مع ان في عنصر اصلا موجود، يعني في عنصر اصلا موجود فعلي والفرونت بسالب واحد، فالفرونت دايما بيقف على قبل العنصر اللي هو المفروض يخرج. يعني مثلا دلوقتي الواحد المفروض يخرج فالفرونت هو واقف قبله، فانا معنى ان انا ازود الفرونت فمعنى كده بقول له ايه؟ بقول له ان خلاص الواحد ده اصلا ما عادش موجود والعنصر اللي عليه ان هو يخرج اللي هو الاثنين. بصوا يا جماعه الحته دي ممكن يعني يحصل فيها لبس عند ناس كتير ان هي مش فاهمه، يعني طب انا ما بنبقاش فاهمينها، ان في اصلا كورسات كتير عامله الفرونت بصفر وفي ناس بتعمل الرير يبدا بصفر. يعني انا دلوقتي في الكونستراكتور بدا الرير والفرونت بسالب واحد، في ناس تانية في طريقه كتابه كود تانية ان هم اللي عاملينه ده بصفر وده مثلا بسالب واحد او الاثنين بصفر. ده كلها على حسب المبدا نفسه او الاعتقاد نفسه. انا هنا انتوا شبه ما انتوا شايفين هنا اللي حصل لما انا ضفت عنصر جوه البتاع جوه اسمها دي جوه الكيو، الفرونت ما زال اصلا واقف قبله، فمعنى ان انا زود اقول له زود الفرونت فمعنى كده العنصر اللي المفروض يخرج اللي هو بعدي اللي هو الاثنين. يعني هو ده مبدا، ده مبدا معنى ان في عنصر موجود الفرونت بيبقى واقف قبله، يعني الواحد دي المفروض تخرج صح، يعني هي اللي على الدور تخرج. طب هل الفرونت واقف عليها ولا واقف قبلها؟ لا واقف قبلها. تمام. تعالوا هنا لو الفرونت واقف هنا معنى كده مين اللي عليه يخرج؟ الواحد ولا الاثنين؟ الواحد لا ما عدتش موجود اصلا، الاثنين هي اللي المفروض تخرج. كذلك برضو لو الفرونت واقفه هنا مين اللي المفروض عليه يخرج؟ الاربعه اللي المفروض عليها تخرج. لو الفرونت واقف هنا مين اللي عليه يخرج؟ الخمسه المفروض عليها هي اللي عليها تخرج. فهو ده يعتبر ده مبدا واحنا ماشيين عليه، يعني ان هو دايما الفرونت واقف قبل العنصر اللي هو المفروض يخرج. يعني هنا واحد المفروض يخرج فالفرونت واقف قبله. لو انا زودت الفرونت حد يجي يقول لي طب ما الواحد مازال موجود؟ لا بس انا قلنا احنا اتفقنا ان الفرونت دايما واقف على العنصر العنصر يعني هو واقف قبل العنصر اللي عليه يخرج. فلو الفرونت واقف هنا معنى كده ان الاثنين هي اللي عليها تخرج. لو الفرونت واقف هنا معنى كده ان الاربعه هي اللي عليها تخرج. طب لو احنا وقفنا عند الاربعه مين اللي المفروض عليه يخرج؟ الخمسه هي اللي المفروض تخرج. تمام. هو ده يعتبر مبدا واحنا بنمشي عليه. في ناس تانية بتقول لك هنعمل الفرونت بزيرو في البدايه خالص فالفرونت واقف هنا، فمعنى ان الفرونت واقف على العنصر يبقى هو ده العنصر اللي المفروض يتحذف. فانا عشان المبدا اللي احنا بادئينه من الاول ان الاثنين بسالب واحد فالفرونت دايما واقف قبل العنصر اللي المفروض يخرج، فمعنى ان الفرونت واقف هنا فالواحد هو اللي المفروض ايه يخرج. فمعنى ان انا ازود الفرونت فالفرونت بقى واقف هنا، يبقى كده هل الواحد موجود ولا لا؟ يعني فعليا على حسب المبدا اللي احنا اتفقنا عليه الواحد ما عادش موجود، الاثنين هي اللي المفروض تخرج. يعني هي الواحد كده خرج فالمفروض الاثنين تخرج، بس هل الواحد اتحذف؟ لا الواحد ما اتحذفش، وانا متفقه معاكم ان الواحد ما اتحذفش. شبه بالظبط الاستاك، لما كنت بضيف عناصر في الاستاك واقول له التوب ماينس ماينس، طب ما انت نزلت التوب بس هل العنصر اللي هو التوب كان واقف عليه هل هو اتحذف؟ لا ما اتحذفش، بس انت نزلت التوب من عليه. فالمبدا نفسه المبدا ان هو ايه المبدا كان في الاستاك ان العنصر اللي التوب واقف عليه هو ده هو ده اخر عنصر، فمعنى ان نزلت التوب معنى كده العنصر الجديد اللي التوب واقف عليه هو ده اخر عنصر، مع ان اصلا في عنصر موجود في الاري. ماشي هو موجود في الاري بس ما عادش موجود في مبدا الاستاك. كذلك برضو الواحد دي الفرونت دلوقتي قبلها، يعني الفرونت هنا المفروض الفرونت هنا المفروض الفرونت هنا، الفرونت واقفه هنا قبل الواحد، الفرونت واقفه هنا. تمام. فمعنى ان انا معنى ايه؟ معنى كده ايه؟ ان الفرونت دايما واقفه قبل العنصر اللي المفروض هو اللي عليه الدور ان هو يخرج. تمام. فانا لما اقول الفرونت بلس بلس فالفرونت جت وقفت هنا كده، الفرونت بقت هنا. تمام. هل كده الواحد اتحذف؟ ايوه الواحد كده خرج. ليه؟ لان انا متفقه معاكم ان دايما الفرونت واقفه قبل العنصر اللي المفروض يخرج. هنا الفرونت جت واقفه هنا فالواحد هو المفروض يخرج. كذلك برضو هنا الفرونت واقفه هنا فالمفروض ان الاثنين هي اللي عليها تخرج، فمعنى ان الاثنين هي اللي عليها تخرج ان الواحد اصلا ما عادش موجود في الكيو، بس هو مازال موجود في الاري، بس مبدا الكيو نفسه ما عادش موجود فيه.
تمام. انا عارفه الحته دي ممكن تلخبط ناس كتير، وفي ناس كتير بتتلخبط فيها، بس انتوا لو فهمتوها بس ان هي كمبدا كيو، ان الكيو هنا اللي احنا مطبقينه ان دايما الفرونت واقف قبل العنصر اللي المفروض عليه يخرج، فايا كان الفرونت كل ما زوده معنى كده ان العنصر ده خلاص ما عادش موجود معايا، ما عادش موجود عليا معايا في مبدا الكيو. تمام. فاحنا هنا اللي هيحصل يا جماعه، اللي هيحصل ان احنا هنزود الفرونت بلس بلس. فمعنى يا جماعة ان انا زودت الفرونت معنى كده ايه؟ معنى كده ان العنصر ده ما عادش موجود، يعني ان العنصر اللي انا واقف عليه ده خلاص هو اصلا خرج. فانا عايزة بقى اطبعه، يعني انا عايزة ارترنه، يعني عايزة ريترن، لان احنا قلنا الدي كيو دي بترترن، يعني بترترن العنصر اللي هو المفروض هيخرج يعني. فاعمل ريترن، هعمل ريترن الاري اوف الفرونت. برضو احنا ممكن نعمل برضو نفس الكلام ده، ممكن برضو نعمل هنا بلس بلس نفس اللي احنا عملناه، ان هو يزود الفرونت بعد كده يرجعه، يزود الفرونت بعد كده يرجعه. هل هو كده يا جماعة اتحذف؟ ايوه كده العنصر اتحذف من مبدأ الكيو بتاعنا. اول ما حركت الفرونت معنى ان انا حركت الفرونت، فاحنا متفقين ان الفرونت دايما واقفة قبل العنصر اللي هو المفروض يخرج، فمعنى ان زودت الفرونت فكده خلاص العنصر المفروض يخرج مين؟ اللي هو بعدي، اللي هو بعد الفرونت. تمام. تعالوا بقى نروح في المين ونعمل بقى نرن الكلام ده ونشوف الاضافه والحذف. واحنا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان في ناقصنا حاجه موجوده في الاضافه، ناقصنا في حاجه بسيطه هنا وحاجه بسيطه برضو في الديكيو، بس هنفهمها لما نروح جوه المين ونشوف كده ايه الحاجه اللي ناقصانا دي. تمام. دلوقتي يا جماعه انا عملت اول حاجه، عملنا الكيو اسم الكلاس بتاعنا ده كنا عملناها يعني في الفيديو اللي فات، وبعد كده اسم الاوبجكت، بعد كده بيساوي نيو وكيو، حطينا ايه طوله اللي هو مثلا بتلاتة، خلينا نقول مثلا طوله 4، حطينا طوله ب4. تمام. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو اتكريت عندك شبه اللي هو الصوره دي كده، اتكريت عندنا اري، الاري ده طولها 4. اللي حصل بقى عندي دلوقتي ان هو عمل لي اري زي ما انتم شايفين كده، الاري دي طولها 4. تمام. عايزين بقى احنا نضيف فيها، عايزين مثلا نضيف 1 و2 و4 و5. تعالوا بقى نضيف، هنضيف ازاي يا جماعه؟ من خلال الانكيو. هعمل ايه دوت الانكيو، اضيف الواحد وادي الاثنين وادي الاربعه، وعايز اضيف الخمسه، اذا واحد دوت الانكيو الخمسه. زي ما احنا شفنا قبل كده قلنا لو عملنا انكيو تاني هيقول ان هي اس فول. تمام. طب احنا بقى عايزين نحذف بقى يا جماعه، هنحذف ازاي؟ ايه دوت الدي كيو، الدي كيو المفروض كده يا جماعه هو حذف لي ايه؟ المفروض هو يحذف لي كده الخمسه، يحذف لي كده الواحد اول عنصر عندنا في الكيو. فلو جينا هنا كده المفروض او انا دخلت اداهي 1 2 4 5، دي الكيو بتاعت اول ما اعمل انكيو المفروض الواحد كده ايه خرج. تمام. اما اعمل انكيو تاني المفروض الاثنين هتخرج، وبعد كده انكيو تاني الاربعة هتخرج، وبعد كده انكيو تاني الخمسة هتخرج. تمام. تعالوا بقى نشوف، ادي دلوقتي اي دوت الدي كيو المفروض كده ايه الواحد كده خرج، والمفروض هنا الاثنين كده ايه خرجت. يعني احنا دلوقتي يا جماعة في الشكل ده، دي العناصر اللي موجودة عندنا 1 2 4 5. تمام. اما عملت هنا ان كيو دي كيو اللي حصل ان الواحد كده خرج، فبقى عندي 2 4 5. عملنا دي كيو تاني فراح حذف الاثنين، فبقى ما عندنا 4 و5. تمام. تعال نعمل ايه دوت دي كيو المفروض كده المفروض هيخرج مين دلوقتي؟ اللي عليه الدور الاربعة، فالاربعة تخرج هيبقى عندي 5. فنعمل ايه دوت دي كيو، فالمفروض كده ايه الخمسه كمان هتخرج، فكده المفروض هو كده فاضي ما عادش فيه اصلا حاجه، كده هو حذف بقى كله، فكده الاري بتاعتي دلوقتي بقت فاضيه. تمام. تعالوا بقى نتاكد ونعمل ايه دوت دي كيو تاني، متوقعين ايه الناس؟ متوقعه الاوت بتاعنا ايه؟ لو انا عملت ايه دوت دي كيو تاني هيروح للميثود اللي اسمها دي كيو، هتقول له هيتشيك بقى هل هي از امتي، هي فعلا بقت از امتي، شايفين امتي اصلا هي الشكل الاخير اهو بقت از امتي. يعني المفروض هنا لما رن يا جماعه الاوت بتاعي هيكون ايه؟ المفروض الاوت بتاعي الكيو از امتي. ليه؟ لان خلاص انت حذفنا اصلا كل اللي فيها. تمام. فهو دلوقتي كان عندي العناصر زي ما كده، زي ما انتم شايفين عملت دي كيو 4 مرات فحذف لي العناصر زي ما انتم شايفين. لما عملت دي كيو تاني قال ان هي از امتي. تمام. يبقى احنا كده دلوقتي متاكدين دلوقتي لحد دلوقتي ان الكيو بتاعتنا فاضيه ما فيهاش فيها اي حاجه. تمام. تعالوا بقى نضيف تاني في الكيو، هل هينفع ولا مش هينفع؟ فكروا كده، لو انا عملت ايه دوت الان كيو، مش يا جماعه الكيو بتاعتنا دلوقتي لو انا ضفت مثلا 10، مش احنا متفقين لحد دلوقتي لحد السطر ده الكيو بتاعتنا فاضيه، لان انا رنيت فعلا وشفته لقيته قال لي ان الكيو بتاعتنا فاضيه. تعالوا بقى نضيف تاني فيها،
الناس متوقعة، هل هيضيف ولا مش هيضيف؟ تعالوا نشوف هل ايه هي مرنا هيقول لي ايه. بص عمل لي ايه، عمل لي اكسبشن. إيه تعالوا بقى نفهم مع بعض ليه عمل الاكسبشن ده. تمام، تعالوا بقى نروح دلوقتي. إيه زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي انا مش انا ضفت دلوقتي واحد واثنين واربعة وخمسة. تعالوا نشوف في كل مرة ايه اللي كان بيحصل. لما كنت بضيف الواحد اللي بيحصل في ميثود، في الميثود بتاعت الانكيو بتعمل ايه؟ اول حاجة بتتأكد هل هي مليانة. لا هي مش مليانة، اول ما اجي اضيف الواحد قبل لسه ما ضفتش اي حاجة. فاللي بيحصل كانت بتزود عدد العناصر وبتزود ايه، بتزود ايه يا جماعة؟ بتزود الرير. ادي الرير دلوقتي واقف هنا، الرير هنا اهو، الرير دلوقتي واقف هنا. تمام، بعد كده دلوقتي ضفت واحد، تعالوا نضيف الاثنين. الاثنين اللي هيحصل برضه هتروح تتشيك هل هي مليانه ولا لا. لا يا عم هي مش مليانه، فخلاص بزود عدد العناصر لان المنت وزود الرير وحط فيه، فيروح مزود الرير. فالرير دلوقتي واقف هنا، ادي الرير. تمام، بعد كده عايزين نضيف الاربعه، هيقول لي ايه؟ هيقول لي برضه هل هي مش مليانه، فانت زود لي عدد العناصر وزود لي الرير وحط فيه. تمام، بعد كده عايز اضيف الخمسه، اللي هيحصل برضه نفس اللي حصل برضه. الرير الاضافه برضو بتعمل ايه؟ اول حاجه بتتاكد هل هي مليانه. لا هي مش مليانه، فهتزود عدد العناصر وتزود الرير. فالرير يا جماعه خلصنا اضافه، يعني شايفين السطور اللي احنا عملناها اللي هي السطور اللي هي في الاولانيه دي، الاربع سطور دول كده، دول كده اللي هي اضافه واحد واثنين واربعه وخمسه، خلصناها. والرير واقف هنا كده، والرير واقف هنا. تمام، بعد كده عملنا ايه في الكود؟ تعالوا شوفوا عملنا ايه. عملنا دي كيو اربع مرات. تعالوا بقى نروح نشوف الدي كيو اللي هيحصل فيه. الدي كيو اول حاجه الفرونت، احنا قلنا الفرونت بيبقى واقف قبل العنصر اللي انا اللي هو المفروض يتحذف، فالفرونت دلوقتي واقفين. فانا قلت له احذف الواحد، عايز احذف الواحد، فيقول لي زود لي الفرونت. فالفرونت دلوقتي واقف هنا، الفرونت هيقف هنا. تمام، بعد كده عايز احذف الاثنين، اللي هيحصل ان الفرونت هنزود الفرونت، فالفرونت هيقف هنا. بعد كده عايز احذف الاربعه، فهنزود الفرونت. ده كله بنقلل عدد العناصر اكيد، وبنتشك عليه امتى ولا لا، بنزود الفرونت في الفرونت هيقف هنا. بعد كده عايز احذف الخمسه، فاروح نزود الفرونت في الفرونت هيقف هنا. خلصنا يا جماعه السطور اللي انتم شايفينها دي اللي هي دي كده، دول كده خلصناهم. والفرونت وقف في الاخر خالص، والفرونت وقف هنا، وقف هنا في الاخر كده. تمام، ايه اللي احنا عايزين نعمله تاني؟ انا بقول له روح ضيف لي تاني. تعالوا بقى نضيف. انتم متوقعين ايه اللي بيحصل في الاضافه؟ اللي بيحصل في الاضافه، تعالوا نشوف اللي بيحصل في الاضافه. اللي بيحصل في الاضافه ان احنا زي ما قلنا بنتشك هل هي اس فول ولا لا. اللي بيحصل في الانكيو بيتشك هل هي اس فول، يعني هل عدد العناصر بيساوي الماكس سايز. هو هنا يا جماعه هنا هل عدد العناصر بيساوي الماكس سايز في الرسمه بتاعتنا دي؟ مش احنا قلنا في كل مره بعمل دي كيو بنقلل عدد العناصر، يعني هنا عدد العناصر قلت، قلت واحد كمان، قلت واحد، قلت واحد، يعني هنا كده ال ان المنت بزيرو، ال ان المنت هتساوي زيرو. الان اليمنت دي يا جماعه خلصنا، والان اليمنت بزيرو لان احنا قلنا في كل في كل هنا، يعني خلينا نكتب هنا بتساوي بتساوي زيرو، اللي هو الان اليمنت عدد العناصر الفعليه بتساوي زيرو. فيروح يتشيك هل عدد العناصر بيساوي ماكس سايز. الماكس سايز دلوقتي بكام؟ ادي 2 4، فهل الزيرو بيساوي ماكس سايز؟ لا، فمش هيدخل اصلا على، مش هيدخل على اف. تمام، إلس هيروح عامل ايه؟ هيزود عدد العناصر، وهيروح بيقول لك زود لي الرير وحط فيه. متخيلين؟ بيقول لي زود لي الرير، الرير اصلا واقف فين؟ الرير واقف هنا، فانت زودولي خلاص هيديك اكسبشن، انت خرجتي اصلا بره حدود الاري بتاعتنا. فتمام، فالمفروض هندل بقى الكلام ده ازاي. هي دي الاضافه اللي احنا اللي انا قلت ناقصنا، ناقصنا حاجه بسيطه في الميثود بتاعت الانكيو. اللي هيحصل لي انا هساله لو الرير كان وصل، كان وصل خلاص يعني للماكس سايز ناقص واحد، يعني لو الرير وصل خلاص لاخر الاري، اللي هيحصل خليه يبدا بقى من الاول، يقف هنا من الاول، يقف هنا. تمام، فهو ده اللي احنا هنكتبه له في الكود هنا. يبقى هنا بعد ما ازود عدد العناصر هساله بقى، هتشك اف هل الرير، هل الرير ايكوال ايكوال الماكس سايز، الماكس سايز ناقص واحد. يعني ايه؟ يعني هل الرير وصل خلاص لاخر الاري بتاعي، لاخر الكيو بتاعتنا هنا كده، هل الرير بيساوي الماكس سايز ناقص واحد؟ الماكس سايز هنا باربعة، فالرير هنا هيبقى قبل الماكس سايز بواحد، لان الرير هنا بزيرو، واحد اتنين تلاتة. فلو هو وصل لهنا معنى كده ايه؟ معنى كده اقول له خلاص بقى خليه يبدا من الاول تاني، خليك خلاص يبدا من جديد. فخلي هنا الرير يبدا من جديد، الرير يبدا من السالب واحد. حد يقول لي طب ليه ما عملتوش بزيرو؟ انا ما عملتوش بزيرو عشان هو كده كده هيزداد هنا،
هيزيد في الحتة دي. هنا انا بقول له ايه، خلي الرير يبدأ من الاول خالص، يعني خليه ياخد القيمة اللي هي شبه الديفولت بتاعته اللي احنا كنا عاملينها له هنا. مش احنا قلنا هنا في الكونستراكتور كل ما يبدأ من جديد الرير ياخد سالب واحد؟ فكذلك فهو ده اللي انا عايزاه اعمله، عايزاه يبدأ من جديد خالص، يبدأ من سالب واحد. تمام، فتعال نشوف ايه اللي هيحصل هنا في اخر حاجة عندنا. هنا انا بقول له اعمل ان كيو للعشرة، هيحصل هيروح للمثل هيتأكد هل هي اسفل؟ لا هي مش اسفل، لان اسفل اللي بتقول لك عدد العناصر بتساوي المكسز، لا هم مش بيساوي بعض. فالس هيروح مزود عدد العناصر، فعدد العناصر دلوقتي بقت بواحد على حسب الكود بتاعنا. تمام، هنروح نشيك هل الرير بيساوي المكسز ناقص واحد؟ ايوه فعلا، لان الرير خلاص وصل اصلا، هو الرير كاندكس وصل اصلا للاخر. فاللي هيحصل هقول له خلي الرير بسالب واحد، يعني ايه؟ يعني خلي الرير يجي هنا كده، الرير خلاص يعني يجي يقف، الرير يجي يقف هنا. فالرير دلوقتي واقف هنا، يقف هنا كده. تمام، فخلاص هو دخل فعلا جوه الاف وخلى الرير بيساوي سالب واحد. بعد كده هقول له زود الرير وحط العنصر فيه، زود الرير وحط العنصر فيه. فيروح مزود الرير، هيزود الرير اهو، هيروح مزود الرير، الرير هيقف هنا، وضيف بقى العنصر اللي انت عايز تضيفه هنا اللي هي العشرة. فيروح ضايف بقى العشرة هنا، المفروض العشرة هتضاف هنا. تمام، والمفروض ان دول اصلا خلاص ما عادوش موجودين، يعني العناصر دي اصلا ما عادتش موجوده على حد ان احنا اعتبر احنا كده، واحنا قلنا حذفناها من الكيو خلاص، فهي انا كده ما عادتش موجوده. كل ما اجي اضيف بقى هينضاف بقى هنا. يعني مثلا عايز اعمل ان كيو تاني، عايز اعمل هنا مثلا ان كيو تاني، عايز اعمل ايه دوت ان كيو، ان كيو مثلا لل 12، فتروح ال 12 جايه هنا مكان العنصر اللي هو هنا، فخلاص فكده يعتبر بقى فعلا الاتنين كده اتحذف. فعايز اضيف مثلا رقم كمان مثلا لكل 20 هيضيفه هنا، فهي كده يعتبر الرقم اللي كان هنا فعليا اتحذف اصلا، لان في رقم جه مكان. تمام، يبقى فهمنا الاضافه اللي احنا عايزينها في الريل. فاللي حصل يا جماعه كده، اللي حصل ان طول ما انت بتحذفي هيجي عنصر مكان، حاجه اضيف هيجي عنصر مكان اللي هو اتحذف ده، لو احنا وصلنا للاخر. يعني يا جماعه لو انا مثلا، تعالوا بعد ما انا اقول لكم حاجه، تعالوا تخيلوا معايا ان احنا عملنا كده، انا ضفت اربع عناصر، واحد الاثنين الاربعه الخمسه، بعد كده عملت دي كيو فراح شايل الاربعه، فالعدد في العناصر الموجوده فعلا الاثنين والاربعه الخمسه، رحت ضايفه العشره، حد يعرف العشره هتنضاف فين؟ او لو هل هيديني ايرور ولا لا او كده؟ المفروض ان العشره هتنضاف، هتيجي ايه اللي هيحصل بعد ما انا عملت الدي كيو دي؟ اللي حصل ان فعلا الرير وقف عند الاخر، مش احنا عملنا ان كيو اربع مرات، فالرير كده وقف عند الاخر في الاربع سطور دول، الاربع الحاجات اللي احنا عملناها دي الرير كده وقف في الاخر، فكده فعلا الرير وقف في الاخر. عملت دي كيو، فكده ايه اللي حصل؟ اتفضى مكان اصلا عندي في الدي كيو. يعني حد يقول لي ايه الفرق بين ان احنا نعمل دي كيو هنا وما اجي هنا اعمل ان كيو؟ يعني ايه دوت ان كيو؟ ان كيو للعشرة، ايه الفرق بين ده وده؟ يعني الهوم فيهم اللي هتنضاف هنا، اما يجي يضيف العشرة هيلاقيها اصلا اسفول. ليه اسفول؟ لان عدد العناصر الفعلية بيساوي الماكس، فهي اسفول، فمش هيقدر اصلا يضيف العشرة، فمش هيقدر يضيف، هيقول لي اسفول. تمام، هنا بقى حصل دي كيو. يعني ايه حصل دي كيو؟ يعني الان اليمنت، الان اليمنت دي نقصت واحد، فما عدتش باربعة وقف بتلاتة، الان اليمنت اللي هي عدد العناصر الفعلية بقت بتلاتة. فاما اجي اعمل ان كيو تاني هيروح يتشيك هل هي اسفل؟ لا هي مش اسفل، لان عدد العناصر الفعليه مش قد الماكس سايز، فخلاص فايه اللي هيحصل؟ هيلاقي الرير وقف عند الاخر خالص، فيقول لي خلي الرير يجي تاني من عند سالب واحد، وبعد كده زود الرير وحط العنصر بتاعك، فالعشرة هتنضاف كده هنا، يبقى اتنين اربعة خمسة، العشرة هتنضاف هنا برضو. تمام، يبقى يا جماعه فهمنا دي كده يعتبر اضافه احنا ضايفينها، يعني دي مش حاجه مش مبدا الكيو، بس احنا قلنا عشان نهندل حده الاكسبشن ده، اللي هو انا اجي اضيف وفي مكان اصلا موجود فاضي عندي في الكيو، يعني في ده دلوقتي في مكان عندي اهو في الاول، في مكان عندي هنا في الاول اهو، طب ما انا ينفع ما اضيف فيه ادام انا عايز اضيف ما اضيف فيه. تمام، نفس اللي احنا عملناه يا جماعه في ميثود الان كيو هنعمله في ميثود الدي كيو. زي ما انتوا شايفين هنا كده، لو انا جيت احذف عنصر تاني، بصوا انا دلوقتي جاي احذف عنصر كمان، يعني انا دلوقتي ادي اهو، دلوقتي عملنا ايه؟ استنى خلينا نرجع الكود اللي انا كنت، انا كنت عامله اللي هو الدي كيو، ايوه
بص يا جماعة، أنا عندي أهو 1 2 4 5، عندي أهو 1 2 4 5. تمام، بعد كده احنا قلنا زي ما قلنا، رحت أنا ضايفة عنصر كمان ال a dot n q، رحت ضايفة ال10. مش احنا قلنا يا جماعة كده اللي هيحصل ان ال10 هتنضاف في الأول، هتنضاف في أول ال q بتاعتنا. طب تعالى بقى نعمل دي كيو، هل هينفع نعمل دي كيو تاني ولا لأ؟ هل هينفع نستخدم الدي كيو تاني ولا لأ؟ تعالى نرن كده نشوف هل هينفع ولا لأ. بص ادانا اكسبشن برضو، ليه؟ لان نفس المشكله اللي في الان كيو هي برضو هنا زي في الرسمه دي يا جماعه. اللي حصل مش احنا عملنا هنا ضفت الواحد والاثنين واربعه وخمسه، عايز احذف هيزود الفرونت بقت هنا، جيت حذفت تاني الفرونت بقت هنا، جيت حذفت تاني الفرونت بقت هنا، جيت حذفت تاني الفرونت بقت هنا. فتمام، فجيت اضيف ضفت هنا في الاول، فبس الفرونت ما زال واقف برضو في الاخر، فانا برضو هعمل نفس الشرط اللي عملته في الانكيو هعمله في الديكيو. لو الفرونت كان بيساوي الماكس سايز ناقص واحد خليه يبدأ من اول سالب واحد. تمام، يبقى نفس اللي احنا عملناه في الانكيو هنعمله هنا في الديكيو. يبقى هنا else، هنا هعمل هنا هتشيت اف، لو الفرونت كان ايكوال للماكس سايز ناقص واحد، يعني هو وصل للاخر خلاص خليه يبدأ بقى من الاول، يعني هو حذف كده كل العناصر اللي كل العناصر، فخلاص خليه بقى يبدأ يقف بقى من الاول. تمام، وما اجي بقى احذف عنصر هيروح مزود الفرونت، بعد كده هيرجع لك القيمه بتاعته. بس يعني هو ده كده شرح كيو، يعني اتمنى تكونوا فهمتوا يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.